منذ سنوات ولم تقترب القضية من الحل، كما ولم تظهر بوادر لنهايتها. كل ذلك دفع بأسرة الحداد إلى إلقاء أنفسهم في هذا المكان، حيث اختاروا هذا الشكل للاحتجاج ضد المحكمة التجارية وسط مدينة تعز. تحكي قصة المواطن محمد الحداد مسلسل معاناة لا يتوقف، إذ تدور حول مخالفات ارتكبتها المحكمة التجارية بمدينة تعز، ما جعله يروح بين أروقتها باحثا عن من ينصفه. يعني وصلت للحلقوم، خسرنا ما تحتنا وما فوقنا، أزيد من 60 مليون غرامتنا، وإحنا ندور 5 مليون نخرجها من داخل المحكمة. أنا أطالب بإنصاف وتسليم الأمانة، ما فيش غيره. كان للحداد ملف قضية حول معدات شركة بترولية لدى المحكمة، فأودع خلالها كل ما امتلكه من المال وسبائك الذهب في خزينتها بحسب الأوامر القضائية، والهدف كما قيل له حين ذاك هو تحريك ملف القضية وسرعان ما كسبها لصالحه. وحكمت المحكمة بدفع خسائره كاملة وإرجاع حقوقه وفق هذه الوثائق، حيث حصل الحداد على جزء يسير من حقه فيما تبقى الجزء الأكبر لدى المحكمة. طلع لنا حكم ونفذ الحكم وسلمنا جزء، وجزء دخلوا الخزنة. الحاكم الذي كان دخلها الخزنة فحر، جاء واحد بدله، سمعتوا، سلم الأمانة لأمين الصندوق، أمين الصندوق طلعها القرية، طلعنا القرية سلم الأمانة، قال اشتي من يحميني، أنزلها إلى المحكمة التجارية الأمانة، فعلا نزلها وسلمها للمحكمة التجارية. حاول الرجل استخراج ما تبقى من أمواله لدى المحكمة، لكن أحداث الحرب التي اندلعت في البلاد وقفت عائقا أمامه، ليجد نفسه اليوم تائها بحجة نهب الخزينة وغياب أمينها. ومن أجل ذلك كان لابد أن نتوجه إلى المحكمة لمقابلة مسؤولين، لكن جميعهم رفضوا استقبالنا والإدلاء بأي تصريح. قال لنا القاضي أنتم تعرفوا بيسكن من المحكمة وليس من أمين الصندوق، خلوا أمين الصندوق يجي، احنا عملنا له أمر استدعاء، متى ما حضر أمين الصندوق احنا بنسلم لكم حقكم ونحبسه. أجا أمين الصندوق عملوا جلسة مغلقة داخل المكتب حقهم وخرج وهم يسلموا عليه، ولم يتخذوا ضده أي إجراء. هنا وأمام بوابة المحكمة لم تجد أسرة الحداد سوى أن تفترش الأرض بعد تدهور وضعها المعيشي، وضاقت بهم الحالة المادية، وتم وضع كل محتويات ملف قضيتهم على هذه الحالة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.